حلب عاصمة رجال الأعمال السوريين نهبت وسرقت وبيعت مصانعها كخردة في تركيا، والمتهم هو النظام والمعارضة على حد سواء. تكدست قوالب صابون الغار في معمل جوان مع احتدام الحرب في العاصمة الاقتصادية لسوريا. إنتاج هذا النوع الشهير من الصابون الطبيعي توقف في المصنع العائلي الذي ورثه عن أبيه وجده بعد الانفلات الأمني وشلل طرق التصدير، فحتى قدومه يوميا إلى العمل يعرض حياته للخطر بحسب ما يقول. هذا هو حال أكثر من 90% من صناعي سوريا، فمنطقة الشيخ نجار الصناعية المتطورة الواقعة شرقي حلب والتي جذبت استثمارات بمئات ملايين الدولارات تعمل ب5% من طاقتها، وتعرضت الكثير من مصانعها للنهب والتدمير. رجال الأعمال السوريين الذين هرب معظمهم خارج سوريا يقولون إن أعدادا كبيرة من المصانع تم تفكيكها وتهريبها عبر الحدود إلى تركيا، حيث بيعت بأسعار بخسة متهمين عصابات مسلحة بعضها تابع للمعارضة وبعضها للنظام باستغلال الانفلات الأمني. كانت حلب تؤمن 70% من الصادرات السورية وتشغل نصف القوى العاملة في القطاع الصناعي، وتعرف أيضا بمدينة أثرياء سوريا، لكن سكانها اليوم لا يجدون لقمة عيشهم ويقولون إن استمرار السرقة والنهب والانفلات الأمني سيجعل من الصعب على المدينة العودة إلى عهدها السابق. مريا شحادة، العربية.